المرة اللي فاتت اتكلمنا على أعداء القولون، قلنا بقى إذا كنت بتحب ربنا أول حاجة في أعداء القولون قلة العرق، إن أنت كسلان وإنك أنت ما بتاكلش سلطة، تاكلش سلطة هتدمر القولون بتاعك، وإنك أنت بتشرب حاجات ساقعة، في ناس بتشرب حاجات ساقعة بتدمر القولون، وإيه تاني؟ وكسر الشرب الماء أثناء الأكل، من فضلك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا وبعد ما تاكل اشرب، بعد ما تشرب ابقى تمشى. المواد الحافظة بتدمر الدنيا هي والمعجنات. اوعى تسرع البلع، لانك سرعه البلع وعدم المضغ بوظ المعده، وما دام المعده باظت القولون باظ. كثره الطعام، اوعى تاكل وتشبع، لو بتحب ربنا تقوم وانت لسه عايز تاكل. واللقيمات او الوجبات الصغيره افضل من الوجبه الكبيره. واحده بتقول لك انا ما باكلش غير مره واحده في اليوم، لا والله العظيم كلي 5 مرات بس كميه ليه. المراوح والتكييفات بتبوظ الدنيا، اسرع المهضمات بسرعه، المشي نص ساعه بيساعد على الهضم، ها الزبادي والرايب بيساعد على الهضم، ها عصير الرمان اسرع علاج للمعده والهضم، العرقسوس السخن اسرع علاج، معلقه على نص كوبايه ميه سخنه، الميه الدافيه عليها قشر ليمون اخضر او معلقه خل، معلقه صغيره على نص كوبايه ميه، بيسرع بالهضم ويعالج الام المعده. عالج الام المعده بعصير الخضروات، ها وده بيعالج بيه السرطانات. يعني مش عايز اقول لك ان انا مبشور الخضروات الخمسه ده مبشور او معصور ربع كيلو قبل الاكل 3 مرات بيفرتك السرطانات. عشان كده انا بقول لك اي حد عنده سرطان، اورام، الام مفاصل، عنده مشكله في الجلد، عنده مشكله في القلب، في الكبد، في الكلى، من فضلك قبل ما تعمل عمليه شرفني وانا ارحمك من العمليه. ايه تاني؟ البنجر المسلوق ده اسرع علاج هاضم وبيعالج انيميا، يساعد الجسم في التخلص من السموم لان انتي اوكسيدنت. الصمغ العربي لما يطحن تاخد منه نص معلقه على نص كوبايه ميه سخنه، سحر بالنسبه للمعده، بيلحم قرح المعده والقولون والكلى. والله العظيم الصمغ العربي يلحم قرح المعده والقولون والكلى. ايه تاني؟ الشوربه الحارقه بقى الناس اللي عايزه تخس، عباره عن راس بصله صغيره، ورقه كرنب لو وجد عندك، فص توم كذا، واي خضار عندك، المهم ان دول 2 كوباية ميه او 3 تشربه وهي سخنه، طعمها لذيذ جدا، بتنزل بتسيح دهن ربع كيلو في اليوم. طيب ميه الشعير طبعا اسرع المهضمات، ميه الشعير معروفه الشعير بقشره مش الشعير المطحون، الشعير بقشره، معلقه شعير زي معلقه الاكل كده في 2 كوباية مية، بس دي بتتشرب 4-5 مرات لغايه ما تجيب نتيجه. طيب كل دي اسمها اسرع المهضمات اللي هي بتساعد الجسم علشان خاطر يتعالج من اللي هو فيه. نعم مهم جدا ان احنا نبقى عارفين. طبعا في بعض الناس باعتين عاوزين علاج لتصلب الجلد والبروستاتا وتقرحات الفم وكذا وكذا، ان شاء الله هنتناول دي اسئله المتابعين. اي حد بيبعت لنا سؤال بنسجله، وان شاء الله هنعمل الحلقات الجايه بناء على اراء المتابعين. مهم جدا واحنا بنتكلم على العلاجات اللي احنا بنعالجها، كنت قلت لكم قبل كده لو انت عندك لحيه وشارب وخصيه وانتصاب، ان شاء الله باذن الله هتنجب حتى لو تاخر الانجاب. بنتكلم على ركعات الضحى، النبي عليه السلام بيقول لكل انسان 360 مفصل او سلامي وعليها صدقة، فقالوا كيف نتصدق على المفاصل؟ قال يكفيك ركعة الضحى. ركعة الايه؟ الضحى. ركعة الضحى انت اديت الايه؟ اديت الصدقات اللي على العظام بتاعتك، كأن كل عظم عليها صدقة. يكفيك ركعة الضحى. ايه ركعة الضحى؟ اللي هما ما بين الفجر وما بين الظهر. في حاجة؟ دكتور في براءة اختراع من الهند، معالق وشوك وادوات كريمات يعني طعام بقى، نبص كده على المعالق اللي هي دي المعالق الهندية الجديدة، في انواع من الملاعق واخترعت في الهند. الملعقة دي آمنة مش بلاستيك، تشرب بيها تاكل بيها وما فيهاش اي مواد سامة ولا حديد ولا بلاستيك ولا اي حاجة ولا ألمونيا. المعالق دي لا يوجد اي طلاء في الواقع، انما دي مصنوعة من مواد طبيعية، يعني ايه؟ عجين زي الاكل، كأنه بسكوت. عارفين البسكوت؟ البسكوت اللي بتحط فيه الجيلاتي، فالبسكوت اللي بتحط فيه الجيلاتي ده ممكن بعد ما تاكل الجيلاتي تاكل الايه؟ البسكوت، او تاكل صوابعك وراه. فهم دول كده عاملين معالق من البسكوت واللذيذ، وبالتالي انت ممكن تشرب بيها شوربه، تاكل بيها رز، تاكل بيها اي حاجه، والاخر تعمل ايه؟ تاكل المعلقه دي. طبعا ده ها مكوناتها رز ممزوج بقمح وعاملينه عجينه معينه وصابينه في اواني ومدينك معلقه تشرب بيها الشوربه او تاكل بيها الرز او اهي معلقه اهي تشرب زي ما انت عايز، ها وحاجه سخنه عادي ما بتدوبش ولا حاجه، احسن ما تقلب بلاستيك. بس هو انا ما اعرفش اذا كانت نزلت مصر ولا لا،
هنضطر نجيب المعالق دي نستوردها ونبقى موردين للمعالق البسكوت ان شاء الله. طبعا كل ما كان الانسان واثق من ربنا وعنده امل في العلاج كل ما العلاج جاب معاه نتيجه حلوه قوي. طبعا كل مره بديكم هدايا وبقول يا جماعه انه كل مفصل عليه صدقه يجب ان تتصدق، وبالتالي افضل صدقه ان انت تصلي ركعات الضحى. بفكر الناس بالخير، اوعى تنسى جزء قران كل يوم، اوعى لو بتحب ربنا اوعى تنسى جزء قران كل يوم ولد او بنت، واوعى المذاكره تنسيك ربنا. يعني اوعى المذاكره تنسيك كلام ربنا. ده برضو عندنا انواع من الديدان في الفيلم ده، الديدان دي بتتغذى على البلاست. نفسي اقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى عمل بكتيريا اليومين دول، بكتيريا تقدر تحلل البلاستيك في التربه، يعني برضو ربنا مش هيسيبنا نبوظ الدنيا كده. فادي النوع من الديدان وبياكل البلاستيك في 10 دقايق 8 ساعات تكون البلاستيك خلص. دون لو سبناه للطبيعه ممكن يقعد يعني اكتر من 100 سنه زي ما بيقول. فان شاء الله ربنا برضو كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. في ناس بيسعون في الارض فسادا، نفسهم فتن ونفسهم في كذا، لكن نعم احنا ان شاء الله كل حاجة مفيدة للبشر ناخدها وكل حاجة ضارة نبعد عنها. طبعا اهم حاجة من انواع الخير ان انت تقرأ جزء القرآن كل يوم، واهم حاجة من الخير ان انت يعني تقدم الحب للناس كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يحب. طبعا بنقدم دايما في كل مرة علاجات جديدة، وبنقدم في كل مرة حاجات جديدة. ارجوكم يا جماعة تابعونا وابعتوا لنا بكل اللي انتوا عاوزينه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.